كل شبورة بتتغير. بتنضف يا دكتور نجيدة، اللي عايزة دكتورة صفية وبتحلم بيه بيتحقق. انت بقى يا عايز ايه؟ عايز ايه في ايه؟ في ايه مالك؟ عايز اعمل الدنيا. عايز الاخ؟ لا، وهي الدنيا مالها؟ الدنيا ممر. ولو هي زي ما بتقول ممر، لا عايزين تولعوا فيها، لا عايزين تفسدوا على الناس امانهم وسلامهم. ما تسيبهم يعيشوا في امان ربنا. احنا مين؟ انتوا الجماعه. احنا مالناش دعوه بحد، احنا جماعه طاهره مباركه، جماعه ربانيه، واللي حوالينا دول مش مسلمين، مش مننا، دول عوام. عوام ده رايك ومشاعرك لاهل بلدك؟ بلدي جماعتي. طب على الاقل المسلمين اللي فيه. ديني هو جماعتي، والمسلم هو اللي ضم لينا. طب والتانيين؟ كفره كفره، ملناش دعوه بيهم. في متعاطفين معانا ومحبين، بس ده مسلم ايمانه الصحيح. يعني اللي بيحب الناس وشايف ان كل الناس طيبه ومؤمنه وبشر متساويين، دي لازم يخرج بره الجماعه. يعني انتم وبس. كفر، ما يغوروا في 60 داهيه ولا يتحرقوا. دي بايعه في رقبتنا يا بت. انت عمرك ما فكرت ان انت غلط يابا؟ ان عشتك غلط وجماعتك غلط وهتعيش وتموت على غلط كمان. اللهم امتني على الجماعه. مالك يا بت في ايه؟ دماغك كده ملعوب فيها؟ لا اوعي يا رفايده، خلافك مع عمك كده ولا كلمتين تسمعيهم من العمده المتبرجي يغيروكي. للاسف يابا انت زي ما بالظبط، بس انت بتداري بابتسامه مرسومه ومصنوعه، بس كلها حقد وغل وكراهيه. كده بتضيع دينك. لا 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 يابا، انا كده بنقذ ديني. وكمان معاك مفتاح الدوار؟ لو ركزت شويه هتعرفي ان كل المفاتيح معايا. مفاتيح البيوت؟ مش بس البيوت، البيوت والخزائن والاسرار والعقول كمان. اتفضلي يا حضره العمده. منورة بيت أبوكي. اتفضلي. اتفضلي. اتفضل فين؟ اتفضلي بس. أها. أديني اتفضلت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اصبري اصبري هتعرفي كل حاجة. مش مصدقة ان انت حافظ، اخويا وصاحبي اللي كان بيدافع عني ويحميني، دلوقتي بقى ضدي وضد اي حاجة بعملها. ضدك انتي؟ انتي الوحيدة اللي معرفتش ابقى ضدك في اي حاجه من ساعه ما جيتي. فاكره اللي عملتيه في المدرسه؟ لو حد غيرك كنت عملت شيء وشويات، انما انت معرفتش اعمل معاكي حاجه. سنجتي للحق. انا لو عليا بقيت ممكن اقف ضد الكون كله. ياه، ضد الكون كله ليه يعني؟ للدرجه دي بقيت كاره الدنيا كلها؟ الدنيا هي اللي بتكرهني، عمرها ما حسستني بوجودي، دايما موجود زي مش موجود. جلال عرف يبلي في الدنيا كلها،
كلامه المعسول وبطريقته اللي بيعرف يقلب بيها كل حاجة لمصلحته. وحامد ركب تجارة العيلة ومصالحها، خصوصا ان طول عمره كان دراع ابويا اليمين من وهو صغير. طب وانت؟ هاني هاني ايه؟ هاني ولا حاجة. قصدي يعني أنا كنت بالنسبة لهم كده، كانوا شايفيني ولا حاجة، لغاية ما عرفت السكة اللي هخليهم يحسوا بقيمتي. فاكرة أبو الشيخ دوارة اللي كان أستاذ الدين، مدرس الدين عندنا في المدرسة، وبعد كده بقى شيخ الجامع. كان راجل دقنه طويلة، صوته عالي، وعينيه بتطق شرار. العيال كلتها كانت بتخاف منه. العيال ايه؟ دي الناس كلتها كانت بتخاف منه، بما فيهم جلال وحامد وابويا ذات نفسه. قلت لنفسي اني لازم ابقى كده. انت كنت عايز تبقى زي ابو الشيخ دوارة ولا حتى الشيخ دوارة نفسه؟ لا، انا كنت عايز ابقى اني حافظ وبس. انا لا بتاع تنظيمات ولا بتاع تحوير كلام. أنا كل اللي خدته منهم الدق اللي أول ما الناس بتشوفها بتقول أمين. منظر، شكل، إنما أنا ما أقدرش أذي حد يا صفية. طب أقول لك على سر؟ سرك كبير يا ابن عم. سر؟ أنا مش حافظ غير الفتحة وكم صورة من الصغيرين على كم آية. غير كده بقى إيه؟ أنا إيه ده؟ أنا إيه اللي بقوله ده؟ أنت سرسبتيني في الكلام كده إزاي يا صفية؟ ارتحت؟ مش عارف، والله ما عارف. أنا أصلي بقالي كتير قوي ما اتكلمتش كده. أنا حتى الكلام ده عمري ما تخيلت إني ممكن أقوله لأي حد تاني غير نفسي. من يوم ما سبت التلة يا صفية وحافظ ابن عمك صوته اتحبس. أنا سبت التلة، ما هاجرتش يا حافظ. كان ممكن أنا وإنت نكون على تواصل، بس إنت اللي سجنت نفسك بعيد عن العالم. والله ما بقيت عارف يا بنت عمي أبقى مسجون وقوي ولا حر وضعيف. بتقول إيه يا حضرة الأمين؟ زي ما سمعت اخويا، دي قد هشة اتقتل واترمى قدام بيت ابوك في عز النهار. خرجوني من هنا، انا لازم اروح النيابه. ابو سيدك يا حضرة الامين، انا لازم اروح النيابه. ابو سيدك وديني النيابه، مش عشان الشغل لوحدي، مش عشان هذا الغاب، مش عشان هذا الغاب. ابو سيدك وديني النيابه. عيلة البخيته